أهلا ومرحبا بكم في ديوانية آيات الشهرية التي تقام الثلاثاء الأخير من كل شهر. قد قرناها عدة مرات. كان ضيفنا في الشهر الماضي فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري إمام الحرم المكي الشريف، وقبله الدكتور محمد البراك إمام الجامع الكبير بالكويت، وهكذا. الليلة مختلفة تماما، ضيفنا وصاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن علي القطامي، القارئ المعروف الذي تعلقت أسماعنا بتلاوته الندية وترتيله المبارك في عدة جوامع في العاصمة الرياض، وما زالت أسماعنا تتعطر بتلاواته لكتاب الله الكريم في إذاعة القرآن الكريم في مصحف مرتل سبق غيره في إيصاله لإذاعة القرآن الكريم بجودة عالية وتجويد متقن. حديثنا الليلة عن التميز للأئمة في صلاة التراويح، ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، وجلكم بل أغلبكم وأكثركم هنا أعتقد أنهم أئمة لمساجد كانت كبيرة أو صغيرة. فالحديث الليلة لصاحب الفضيلة الشيخ ناصر بن علي القطامي عن التميز عند أئمة التراويح، وفي ظني كما في ظن الكثير أننا سنستفيد كثيرا، سيتحدث في حوالي نصف ساعة إن زادت فهذا ما نريد، ثم سيفتح المجال لكم للتعليق والمساءلة حول هذا الموضوع. كلمة لكم شيخ ناصر. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعده، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكل من حضر وشاهد واستمع لهذه الديوانية وهذا اللقاء الرابع من ديوانية آيات التي تقيمها مجموعة آيات للقرآن الكريم وتهدف إلى يعني صناعة قراء القرآن الكريم وتطويرهم والعناية بهم عبر المنصات الإعلامية والتدريبية عبر برامج متعددة، كانت هذه الديوانية أحدها. فأسأل الله أن ينفع بالجميع وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، ويبدو أن الوقت ضيق والحديث واسع والطموحات عالية في الحديث عن هذا الموضوع الذي أحسبه أنه مهم للغاية. بدء أشكر الله جل وعلا، وأشكر أيضا أخينا الأستاذ عبد الرحمن بن سلمان الحلافي مضيفنا في هذه الديوانية الشهرية، ثم أيضا أشكر الإخوة جميعا الذين حضروا هذا اللقاء، وأنا الحقيقة ممتن غاية الامتنان في حسن الظن وجمال التفضل بحضوركم، وأرغب اليوم الحقيقة أن يكون اللقاء تشاوريا وتشاركيا، وأن نتبادل فيها الكثير من نقاط التجارب والخبرات ونحو ذلك. أولا دعونا ندلف سريعا، ولا أظن النصف ساعة ستكون كافية، لكن الأخ عبد الرحمن يعلم أن اللقاء قد يصل إلى أكثر من ذلك، لكن هو يريد أيضا أن نختصر قدر الإمكان. البث لن يتجاوز ساعة إن شاء الله. فسأتحدث في هذا اللقاء المهم أو هذا الموضوع المهم الذي أحسب أنه مهم للغاية مع إقبالة شهر رمضان المبارك، وهو مقومات التميز لإمام التراويح. وهذا الموضوع الحقيقة ينطلق من عدة منطلقات، فدعونا نقسم الحديث لثلاثة أقسام. القسم الأول مقومات للتميز قبل التراويح، ومقومات أثناء التراويح، ومقومات بعد صلاة التراويح. أما ما قبل التراويح فهو ينقسم أيضا إلى قسمين، مقومات معنوية ومقومات أيضا حسية أو مادية. دعونا نبدأ بالمقومات المعنوية، وأعظم هذه المقومات التي تجعل من إمام التراويح إماما مميزا لا شك أنها تعظيم شأن الإمامة. فالإمامة أيها الإخوة لا يخفى شرفها ولا يخفى أهميتها ولا يخفى جليل مكانتها وعظيم رتبتها. كفى بذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، وذكر منهم من أم قوما وهم به راضون. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وذكر عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الترمذي أن رجلا سأله: يا رسول الله مرني بعمل، قال: لتأم قومك، قال: فإن لم أقدر قال: فأذن بهم. وهذا حديث أيضا عند الإمام الترمذي. ولا شك أن الإمامة فضلها عظيم، ويكفي في يعني بيان فضل الإمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إمام قومه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا لا شك يعطيك أيضا
بيان ودلالة على فضل هذه الإمامة. وفي أيضا يعني في هذا السياق من الحسن أن يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يدعو قراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو الأئمة أو كبار القراء أن يكونوا أئمة لأقوامهم، وهذا أيضا من الدعوة للعناية بهذه الخصلة أو هذه الوظيفة العظيمة. المقوم الثاني استصلاح النية، يعني قبل ما تبدأ في التراويح من المهم يا أخوة أن نعتني دائما وأن نتذاكر في العناية باستصلاح نياتنا، إذ أن الله عز وجل جعل صلاح العمل وقبوله مشروطا بإيش؟ بالنية أو بصلاح النية، فقال سبحانه ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقبول العمل على قدر نية الإنسان، كل كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكما قال ابن القيم رحمه الله العطايا على قدر صلاح النوايا. وحينما أنا أنوي أن أكون إماما لقومي أو لجماعتي أو لمسجدي يجب أن أسأل نفسي في البداية ما هي نيتي، ما هو مقصودي ودافع من هذه الإمامة، هل هو حظوة من الدنيا، هل هو كسب شيء من المال، هل هو مجرد رغبة في المعرفة بين الخلق والاشتهار بين الناس، هل هو الإبلاغ هذه الرسالة العظيمة، هل هو اقتداء بنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجب الحقيقة أن نراجع هذه النية، والنية كما قيل شروط، فيحتاج الإنسان دائما أن يراجعها ويطورها ويتعاهدها حتى تكون نية خالصة لله عز وجل. وأحسب أن اليوم بعض الناس قد لا، بعض الأئمة قد لا تتوفر في هذه المقومات، لكن هناك بركة في إمامته وأمضى سنين طويلة في الإمامة وهو كبير سن ولا يملك أداء حسنا وقد لا يكون مقرئا جيدا، لكن هناك بركة يا جماعة في صلاته وفي تلاوته وفي إمامته، وتجد أن الناس منتفعون منه قريب من الصغير والكبير، وينتفعون بتلاوته ويتأثرون، منهم من يبكي ومنهم من يتأثر ومنهم من يقلع عن ذنب، فهناك بركة. ولا شك أن هذا راجع بعد يعني توفيق الله إلى حسن نية الإنسان. المقوم الثاني لتميز إمام التراويح، وهذا أيضا ما زلنا في الجوانب المعنوية قبل الإمامة، استصلاح القلب، فهو إن صحت العبارة محط أو نقطة الإرسال في صلاح هذا العمل. كلما استصلح الإنسان قلبه، لا سيما أنه يعني قارئ أو إمام التراويح، جمع الله له بين شرفين. الشرف الأول أنه الواسطة بين الخلق والخالق في أعظم فريضة، فإذا كبر الإمام كبروا، وإذا أحرم أحرموا، وكذلك إذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، فهو الواسطة بين الخلق أو بين المأمومين وبين ربهم جل وعلا في هذه الصلاة المفروضة أو النافلة بين العبد وبين ربه. الأمر الثاني أن ركن الصلاة قائم على قراءة القرآن، قراءة الفاتحة وغيرها من الأركان الأخرى في الصلاة، وهذا شرف آخر أنه يؤدي هذه الفريضة وفي ذات الوقت يؤدي هذه الرسالة العظيمة في إيصال كلام الخلق للخالق. ولذلك لما نزل القرآن نزل على إيش؟ نزل على من أولاً؟ لا شك نزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن نزل على أي موضع منه من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم؟ نزل على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك. ولذلك لما كان هذا هو محط الاستقبال ومحط الإرسال أيضا، جعل الله عز وجل من الوظائف أن يغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويطهر بماء زمزم وطست من ذهب قبل بعث الرسالة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحقيقة هناك أيضا مقوم رابع سريعا من المقومات المعنوية لتميز إمام التراويح قبل الصلاة، ألا وهو التبرؤ من الحول والطول والقوة. ووالله أن هذا من أعظم ما يعين الإمام على تميزه في إمامته وفي صلاة التراويح، تتبرأ من حولك وقوتك وطولك وكل قدراتك
يأتي يا جماعة أحيانا والله للإنسان وهو يبادر الصلاة أن حفظي متقن، يأتي الشعور أحيانا أنه من أجمل الناس صوتا وهو قد لا يكون كذلك، قد يأتي شعور أحيانا في 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 مطلق الثقة أن أداءه حسن أو أن قدراته على القراءة أو جماليات التلاوة أو حسن التأثير، أو أحيانا قد يغتر بمن يراه من المصلين خلفه أو من يستمعون إليه أو يشاهدونه، كل هذا سبيل لأن يخذل الله عز وجل الإنسان في عمله. والله أحيانا نية صغيرة تعظم عملا كبيرا، ونية أيضا صغيرة تحقر عملا كبيرا، كما قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، رب عمل عظيم كبير تحقره النية. فهو يعمل ويجتهد ويراجع ويصوم ويقوم، ثم بعد ذلك يتلاشى كل ذلك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن أجمل ما قيل عن السلف: لا تكن جسرا للخلق إلى خالقهم يعبرون من خلالك ثم يطرح بك في النار والعياذ بالله. كأنما صرت أنا وسيلة لأوصل الناس إلى ربهم وأعرفهم بخالقهم، ثم بعد ذلك تصبح أنت الجسر لإيصال الخلق للخالق، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يعني يكل الله عز وجل الإنسان إلى عمله. هذه أربعة مقومات معنوية، أثناء ولا بعد التراويح؟ أحسنتم ما شاء الله مصحصحين، هذه قبل التراويح. طيب نأتي للجوانب الحسية أو المادية المعينة على تميز إمام التراويح. أول تلك المقومات أعتبر أنها يعني، وإذا قلت أولها فلا يعني أنه أهمها، لكن دعونا يعني نأتي عليها، يعني أنا لمكن ربما لم يعني أرتبها ترتيبا منطقيا، لكن من أولى هذه المقومات حسن اختيار المسجد. كل هذه الصلاة أين تكون؟ في البيت ولا في المسجد؟ لا شك أنها في المسجد، في بيت الله. وهذا المكان، هذه البقعة المباركة، لا شك في شرفها وعظمتها وحرمتها، لكن الأمكنة أيضا تتفاوت، فقد يكون المكان بعيدا، قد لا تتوفر فيه مواقف، قد يكون المكان صغيرا، المسجد صغيرا، قد لا تتوفر فيه التهيئة أو سبل التهوية المناسبة، قد تكون إضاءته أحيانا ضعيفة أو قد تكون مزعجة، قد تكون جماعة هذا المسجد من الناس الذين يعني لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، هذا أيضا جانب قد لا يكون مريحا. قد يكون المسجد بعيدا عن مكان منزل مسكن الإمام مثلا، قد يكون في منطقة ثانية يعني تبعد 100 كيلو مثلا فيذهب يوميا، فقد لا يكون ذلك معينا له. وهذا أيضا الحديث يعني موجه للإمام الرسمي وموجه أيضا لإمام التراويح. بالمناسبة أحد الأئمة كان يستشيرني في يعني الإمامة في أحد المساجد، وأثنيت على هذا المسجد ثم استدرك وقال لكنه بعيد. قلت هذا أيضا جانب إيجابي، لأنك حينما يكون المسجد بعيدا عليك تفتر الهمة، قد يضعف الحماس إلى غير ذلك. من المقومات أيضا المعينة على تميز إمام التراويح، وهو جانب الحقيقة ربما يكون معنوي وحسي في ذلك في نفس الوقت، ألا وهو حسن المظهر والسمت للإمام. ما علاقة هذا بهذا؟ علماء النفس يقولون أن الأداء الحسن سواء أداء صوتي، أداء مهاري، عطاء، حديث، تدريس، تعليم، مرتبط بالحالة المزاجية للإنسان، مرتبط شيخ عبد الرحمن وله الإخوان بالحالة المزاجية للإنسان. فإذا كنت اليوم معصب مثلا وجئتك اليوم وقلت ما رأيك أن تقرأ لنا بتلاوة عذبة مؤثرة، وأن طول الصباح مثلا ما نمت أو حصل لك مشاكل أو إشكالية أو أنت جاي للمسجد وقع لك حادث، فلا شك أن أيضا الموضوع سيتغير. من الحالة المزاجية التي تعين الإنسان تمام حسن المظهر وحسن السمت، وهذا الحقيقة يعين على أمرين بل ربما ثلاثة. الأول على اعتدال المزاج، على اعتدال المزاج، فالإنسان كلما كان مظهره حسنا وسمته حسنا وأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، كلما اعتدل مزاجه. الأمر الثاني أن هذا المقوم من أسباب التأثير في الآخرين.
ملك مصر حينما قال يعني طلب من يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا لمصر، ما هي الخصلة التي رآها فيه؟ ها؟ ليست جمال أو حسن الوجه، وإن كان حسن الوجه عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك كان مرتبطا أو كان أكثر ما دفع ملك مصر ما رآه من الظاهر على يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال إنا نراك من المحسنين، رأيناك ما تغش ما تكذب ما تخون، قريب من ربك، تصلح بين الناس، رجل صالح في نفسك، حسن المظهر، ليس عليه علامات الفسق أو المجون أو النفاق أو غير ذلك. المظهر يا جماعة مؤثر جدا، لكن ربما يذهب أحيانا تذهب أذهاننا إلى أن مقصدنا من حسن المظهر هو المبالغة في التجمل أو لبس النفيس من الثياب، لا لا أبدا، هذا ليس المقصود، لكن المقصود أن لا يكون الإنسان رث الثياب أو أن يكون متسخ الثياب أو لا يعتني بمظهره. وهذه المشكلة تعظم متى يا جماعة؟ حينما يشعر الإنسان هذا من الدين، أبدا هذا ليس من الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال، وقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تخيل أنك صليت اليوم وجاءك الإمام ولما كبر وإذ بثوبه متسخ من الخلف، واضح أنه جلس على أمر يعني لا يناسب، أو أن أحد أبنائه التصق به فاتسخت ثيابه بمأكل أو مشرب أو شيء من هذا. أحيانا لما تصلي خلف إمام ثوبه حسن ومظهره حسن، وسامحوني حتى أحيانا مركبه حسن إن استطاع، أنا أقصد بذلك أن بعض الناس أحيانا يتعمد أن لا يكون مظهره حسنا، وهذا هو الذي أعتبر أنه مخالف لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ومركبه حسن ومظهره حسن، أو كما جاء في الرواية قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. فبالعكس هذا من المقومات المعنوية أو الحسية التي تؤثر في الآخرين، مع أيضا التأكيد على عدم المبالغة في هذا. من المقومات المهمة الحقيقة لإمام التراويح الانتظام والانضباط في عمله، وهذا اعتبر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: في حضوره للمسجد، يعني انضباط في حضور المسجد، انضباط في موعد إقامة الصلاة، الانضباط في زمن الصلاة. الأولى إيش؟ في الحضور للصلاة، في موعد الإقامة، في زمن الصلاة، ومقدار التلاوة والقراءة. المشكلة اليوم تقام الصلاة 8:15 مثلا، 8:10 اليوم، 8:15 بكرة، 8:30 إلى 5 قبل كم يوم، 8:02. فجماعة المسجد لا يعرفون لهذا الإمام موعد، وإلا يكون عنده انضباط في موعد الإقامة لكن عنده مشكلة في زمن إيش؟ في زمن الصلاة أحيانا، فمرة يطيل مرة يتأخر، مرة إذا سجد خلاص احنا معتادين أن زمن السجود مثلا 30 ثانية 20 ثانية دقيقة كاملة، لكن يوم دقيقة ونص، مرة نقرأ ثم يقوم من السجود، مرة يقرأ في الوجه يعني يقرأ وجها في الصلاة أو ختم يعني ثمنا مثلا إذا كان في التراويح، مرة يقرأ لنا 4 أسطر، ومرة يقرأ أحيانا نص جزء. وهذا وللأسف حاصل خاصة في من لا يحسن يعني خطة مقدار توزيع التلاوة، وسنأتي عليه إن شاء الله. فالحضور، موعد الحضور مهم أيضا. وكنت قبل أيام أقول للإخوة في برنامج صناعة القراء قبل 2 أو 3 أن بعض الأئمة في السابق كان إذا أتى على موعد الإقامة استغرب منه المصلون، يعني اليوم تقام الصلاة 8:15، إذا جاء 8:15 هذا قد يشك فيه وقد ينظر إليه بنظرة غير إيجابية. معقول إمامنا، وكما قيل إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي، كن قبلي، كن سابقي، السابقون. فهو يأتي قبيل أو على الإقامة، وربما أتى بعد الإقامة بلحظات. واليوم لو جاء الإمام قبل 10 دقائق من الإقامة وجلس يتنفل قبل الصلاة، استغرب المصلون، تلفتوا على بعض، لا يكون في شيء، الإمام جاي مبكر، غريبة. ولا شك أن هذا أيضا من التقصير. من يعني الجوانب المهمة في موضوع الانضباط
موضوع أيضا الالتزام بالحضور وعدم الغياب. وإذا اضطر الإمام للغياب في رمضان أو في غير رمضان فعليه أيضا أن يوكل من هو الحقيقة أجود منه. وبعض الأئمة اليوم ربما يتحرج فيأتي بإنسان أحسن منه صوتا يقول الله يمكن يعني بكرة أجي ما حصل مكاني، ها؟ وهذا ليس بالضرورة، لا ليس بالضرورة، لكن إذا غاب الإمام أو اضطر للغياب أو للتأخر أو أن يوكل أحدا فليوكل شخصا أو يعني نائبا له، لا يعني يجد المأمومون يعني غضاضة في غياب الإمام. لكن المشكلة دائما إذا غاب الإمام أحيانا ربما لم يوكل أو وكل إنسانا ليس على مستوى جيد. وما يعين على هذا أن يختار الإمام له مؤذنا ابتداء يكون حافظا، على الأقل يحفظ جزءا أو شطرا كبيرا من القرآن ولديه قابلية على أن يأم ويخلف الإمام في حال غيابه. مشكلة بعض الأئمة اليوم أنه لا يخلفه المؤذن فيجد صعوبة في استخلاف أحد مناسب، وقد يستخلف أي شخص فتحصل المشكلة، وربما وجد المأمومون يعني بينهم وبين الإمام خلافا في ذلك. طيب، الأول اختيار المسجد، والثاني حسن المظهر والسمت، والثالث الانتظام والانضباط. هذا يندرج تحت ماذا؟ مقومات التميز الإمام الحسية، وكنا قد ذكرنا المقومات المعنوية ما شاء الله. من المقومات التهيئة النفسية، التهيئة النفسية. وأنا لو تلاحظون إخوة أركز على جوانب معنوية نفسية مادية، لأن هذا الحقيقة هذا الإمام في النهاية هو بشر، هو روح، هو جسد، هو كتلة مشاعر، هو مثل المأموم. ولذلك كان من السنة ألا يصلي الإنسان أعزكم الله وهو حاقن أو حاقب، لأن الحالة الشعورية والمزاجية والنفسية لا تكون مستقرة، بالتالي كيف يخشع، كيف يسبح، كيف يتضرع، كيف يخشع ويخبت لله جل وعلا ويناجي ربه. وهذا لا شك من إعجاز النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ما المقصود بالتهيئة النفسية؟ طبيعة المسجد، بعده. أحيانا وقد يستغرب البعض ألوان المسجد. يا جماعة أحيانا موكيت المسجد، فرش المسجد، سجاد المسجد، والله أنه يؤثر على الجانب النفسي. مثلا اللون الأحمر لون مزعج، مع أن غالب مساجدنا اليوم سجادها أحمر. اللون الأحمر ليس لونا يعين على الهدوء، بل إنه يرفع أحيانا مستوى الضغط، لا سيما كلما اشتد احمراره. بعض الألوان قاتمة، يعني دخلت مسجد كل الموكيت أسود، أيضا هذا جانب مهم. ولذلك هناك جوانب مهمة يجب أن يعتني بها الإنسان. أليس اليوم من 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 فقه السنة أن يعني لاحظ ارتباط السنة بالتهيئة النفسية، أن لا يكون في المسجد ما يشغل الإمام من التصاوير ونحو ذلك؟ لماذا؟ هذا تهيئة نفسية، هذا تهيئة نفسية. من التهيئة النفسية أيضا العدم الاستغراق في التفاصيل في داخل المسجد. ولذلك من الأشياء التي أعملها ويعملها كثير من الأئمة، إذا جاء إلى المسجد يتفق مع المؤذن ألا يخبره بالمشاكل، ألا يخبره بالتفاصيل المزعجة. ترى قبيل القامة يستعد الإمام للدخول إلى المسجد أو إلى المحراب، يأتيه المؤذن فيقول في امرأة قبل شوي سقطت وأغمي عليها. يأتي ويقول ترى في أحد المصلين من الذين خلف الإمام يعني اشتبك مع إمام مع مأموم آخر، إما اختلفوا على مكان أو اختلفوا على شيء معين، أو شخص كان حاجزا لمكان فجاء شخص آخر ودخل. وهذا الحقيقة واقع وللأسف، وبعض الناس يشعر أنه من الاهتمام والعناية أن يبلغ الإمام بكل شيء. ولذلك من التجارب البسيطة اعتدت قبل الصلاة ألا أفتح هاتفي قدر الإمكان، على الأقل بساعة. وإذا جئت إلى المسجد أنسق أو رتب أو أتفق مع المؤذن ألا يخبرني بكل التفاصيل المزعجة، أو حتى أو أخبار أحيانا المسيئة، أو انطفاء كهرب، أو التوقف المياه في دورات المياه مثلا جلكم الله، أو أي مشكلة من ذلك.
يتفرغ ذهنيا لإيش؟ للصلاة. ولذلك كان من السنة أن يدعو الإنسان عند حال خروجه من المنزل أن يدعو في طريقه للمسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. أحيانا الضغط يأتي الإنسان قبيل الإقامة بقي دقيقة واحدة متأخر، يا جماعة يرتفع ضغط الإنسان، ترتفع أحيانا يعني حتى رئتيه التي هو يحتاجها في النفس يضعف معها النفس. لذلك من أجمل الأشياء أن يأتي الإنسان مبكرا ويأخذ نفسا عميقا، كل هذا من التهيئة النفسية. بل إن هذه الرئتين التي هي مخزن يعني النفس، كلما جاء الإنسان بهدوء وتأودة ومشى مطمئنا للمسجد وطبق السنة حتى جاء هادئا بسيارته يقود بهدوء وتأودة ويتنفس بعمق، كلما وجد لصلاته أثرا وخشوعا وطمأنينة ونحو ذلك حتى لا نطيل. من الجوانب أو المقومات المادية لتميز إمام التراويح قبل الصلاة اللياقة البدنية. بعضهم كل يوم يعني يقول الشيخ اليوم نحن في نادي ولا في درس علم نفس. كل هذه الجوانب يا جماعة كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعتني بها. نعم كان يعتني بها، بل إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس عناية بلياقته وبجسده بل وبرياضته. كان من أكثر الناس استخداما للمشي، بل للمشي الصحيح. إذا عدت إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه وجدت أنه ليس متماوتا، واليوم يعلمونك في المشي أنك حينما تمشي المشي الصحيح الرياضي تمشي على أطراف إيش؟ أصابعك، وكأنما كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما يتحدر من إيش؟ من صبب، من علو، فمشيه كان أيضا رياضيا. ولذلك اللياقة البدنية والعناية الصحية مهمة لتميز إمام التراويح. اللياقة البدنية هي دعونا نسميها الوقاية، والعناية الصحية هي أيضا ربما تكون العلاج. ما المقصود باللياقة البدنية؟ أو متى يحتاج الإمام اللياقة البدنية؟ يا أخي إذا جاء وقد أكثر من الطعام مثلا، أو كان قليل المشي، أو كان بدينا، اختل التوازن النفس، ضعف أداؤه، ربما ضعف أداء صوته، وهذه هي المشكلة التي يعاني منها كثير من الناس. كيف تحصل اللياقة البدنية؟ هذا السؤال. أنتم يا أخوان، أنا الآن إمام أريد أن يكون عندي لياقة بدنية، هل يحتاج ألعب حديد؟ سؤال صريح يعني، يحتاج ألعب حديد؟ ها؟ أنا كإمام المشي هذا أول نقطة. اثنين، السباحة يسمونها رياضة القراء. ثلاثة، أحسنت، السويدية. وما هي الرياضة السويدية؟ يعني التمارين. إحنا نقول الأئمة بركة تمشون نصف ساعة 4 أيام في الأسبوع، تسبح لك في الأسبوع مرة مرتين، ستعينك على اللياقة البدنية. هذه اللياقة أيضا من قبيل الوقاية بالضبط، والعناية الصحية. ومن ذلك مثل ما قال الأخ عبد الرحمن الأكل الصحي. بالضبط، الأكل الصحي. دائما كثير من الأئمة يسألني أحيانا يقول بدأت لما قالوا بكرة 1 رمضان بدأت أخفف الأكل وبدأت أمشي. هذا لا ينفع يا جماعة، أبدا لا ينفع، لأن اللياقة الصحية، اللياقة البدنية والعناية الصحية للممارس يجب أن تكون قبل الموسم. يعني لو قالوا للاعب اليوم معتزل غدا مباراة، يمكن حتى لو قالوا له بس امشي إحماء على الملعب سقطت قوة. وكذلك الإمام هو ممارس للياقة بدنية، وترى اللياقة أيضا ليست بالسهلة، يصلي 30 يوم، وإذا حسبنا معها 10 أواخر اعتبرها يا أخي 40 يوم، ويصلي فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأحيانا يكون له برامج دعوية وأعمال علمية، وقد يكون له دوام. في النهاية أنت بشر، إذا ما كان عنده لياقة بدنية قادر على أن يؤدي هذه العبادة على أفضل يعني أفضل ما يمكن، وإلا ربما يفشل. لذلك كثير من الأئمة يعزم على الختمة ثم في نصف رمضان يفتر ويتكاسل ويتنازل عن هذا المبدأ. ما السبب؟ هل هو نيته فاسدة؟ إطلاقا، لكن الموضوع يتركز في إيش؟ في عدم قدرته البدنية. ولذلك اللياقة، هنا السؤال، متى تكون؟ قبل الموسم. تكون قبل الموسم،
وهذا جانب مهم. يحتاج معسكر إمامي مثل ما قال الأخ. الإخوان اللي واقفين على الباب يتمنون أن تفسحوا لهم إن كان ثمة مجال. إن كان ثمة مجال حتى لو نجلس بعضنا على الأرض. تفضلوا يا إخوان إن كان ما ضايقكم. جزاكم الله خير. تفضلوا فسحوا لكم الإخوان. طبعا في مكان في الخارج لكن عاد الإخوان يمكن. تفضلوا يا إخوان في مكان هنا. أكبر الإخوان سنا يتفضل. ما حد جاي يدق لنا فرصة. ما حد بيجي. من طيب هذه اللياقة البدنية. العناية الصحية ما المقصود بها يا جماعة؟ العناية الصحية ما يتعلق بالصوت، لأن مدار إمام التراويح يعني مدار نجاحه بعد الله عز وجل يعني المعنوي أو المادي دعونا نقول هو في صوته. يعني لو كان إمام يشكو من ألم في يده ممكن يؤدي صلاة التراويح على أكمل وجه. لو كان يعاني من جرح في أحد أعضاء جسده ممكن يؤدي، لكن لو ضعف صوته ما استطاع. لو كان أكثر الناس لياقة. ولذلك تفضل الشيخ حاتم. الشيخ حاتم المالكي. ولذلك العناية الصحية تندرج أولا في الطعام الصحي. يا جماعة هنا قاعدة، كل ما يضر معدتك يضر صوتك، كل ما يضر معدتك يضر صوتك. هذا الكلام بالمناسبة ليس موجها للأئمة والقراء، موجه لكل محترفي أو مستخدم الصوت، المدرس، المذيع، المعلق، يعني المنشد، الشاعر، المؤذن، كل مستخدم الصوت، الخطيب، كل من استخدم الصوت يحتاج هذا. ولذلك كل ما يضر معدتك يضر صوتك. ليس هناك قاعدة مضطردة، لكن أنت خصيم نفسك أو طبيب نفسك. لكن دائما يوصى بعدم الإكثار أولا من المقالي. الشيء المقلي لا نقول ابتعد عنه، لكن خفف من قدر الإمكان. عاد واحد يقول لي مشكلة أن رمضان كله معتمد على المقالي. ولذلك أنت الآن تحترف هذه الوظيفة العظيمة، ولذلك يجب أن تتنازل عن متعك وملذاتك. تعرف أن هذا الشيء أنت تشتهيه، ما أقول لك خفف من اقطعه تماما، بل حتى اليوم بعض الأطباء الواقعيون إذا جئت وقال هذا الشراب يضرك، يضرك طبيا، لكن لا أقول لك اتركه تماما لأنك لن تستطيع. كل يعني عاداتنا الغذائية، نظامنا الغذائي هو قهوة وشاي ورز وكبسة ولحم وفي آخر الليل ومقليات ونحو ذلك. فلذلك لن تستطيع أن تعيش لوحدك في عالم مستقل، لكن نقول قدر الإمكان خفف. إذن الأمر الأول تجنب المقليات أو التخفيف منها. الأمر الثاني الحوار أو التوابل أو الفلفل وما أشبه ذلك، فهذا ولا شك أيضا الإكثار منه يضر الصوت ويحرقه حرقا. أكثر ما يعاني منه محترف الصوت ومستخدم الصوت هو مسألة الارتجاع البلعومي اللي يسمى اليوم الحرقان أو الحرقان ونحو ذلك، وهو الحموضة. وهذا يعني من مسبباته الأكل المتأخر ثم النوم، أكل الوجبة الواحدة. وكثير من الأئمة يخفف الطعام دائما، ولا لا يا شيخ عبد العزيز؟ يخفف الطعام في الفطور وأحيانا في العشاء وينشغل بعد التراويح، وأنا منهم. وإذا جاء وقت السحور أحيانا لا يتسحر إلى الساعة الرابعة والنصف أو الثالثة قبل الأذان بنصف ساعة بساعة، وما يلام يعني هو جائع طول اليوم ويفكر غدا عنده دوام أو عمل أو فيأتي، فتكون هذه الوجبة ليست الوجبة الرئيسية، أسميها الوجبة القاضية. الوجبة القاضية لا يزعلون علينا الإخوان المتان، الوجبة القاضية. ولذلك هو أيضا يضطر للنوم بعدها بساعة، والأطباء ينصحون بالنوم بعد الوجبة بأربع ساعات على أقل تقدير. ولذلك تحصل هذه التفاعلات الحمضية في المعدة فتضر الصوت. ولذلك يسأل سائل في أربعة رمضان ستة رمضان يا أخي صوتي بدأ يشحط، يعني بدأ يكون لا يقول بعض ما وجدت صوتي أصلا اختفى من السنابيس. ها؟ من السنبوسة، كلام من السنبوسة. وهذا كله أيضا من النظام الغذائي. حتى لا نطيل، فأنت تحتاج اليوم للعناية الصحية
بالطعام والشراب والمأكولات. من مما يعين يعني أنا قلت اليوم اللياقة البدنية والعناية الصحية، ومن العناية الصحية الوقاية، يعني لست محتاجا أن تقع في المشكلة ثم تعالجها، لا يا أخي، يتعب صوته تعبا وإرهاقا كبيرا، ثم إذا جاء في منتصف الشهر وفي العشر وجد أن صوته ضعيفا فيريد أن يعالجه، ما تستطيع لأنك استهلكت صوتك في غير التراويح. أنت محترف للصوت، مستخدم للصوت، وبالتالي إن استطعت أن تأخذ إجازة في رمضان افعلها. يعني البعض أحيانا قد يشعر أن هذا من المبالغ، لكن والله هذه من التجارب النافعة. لا تستخدم صوتك، تحدث بالإشارة قدر الإمكان، بالإشارة. عندك أولاد صغار أخطأوا أوقعوا شيء، يا ولد افعل، لا، تماما بالإشارة انقطع. أعرف بعض المستخدم الصوت إما أو غيرهم أحيانا في رمضان لا يجلس مع العائلة قبل الصلاة، لأن فترة العصر والمغرب قد يكون فيها استخدام وإرهاق للصوت. وبعض الناس قد لا يتأثر كثيرا، لكن من الناس وأنا منهم من يتأثر سريعا باستخدام صوته، أو يكون جمال صوته ونضجه وجماله في عدم استخدام البتة، وبالتالي أنت خلاص تعرف قدراتك، تعرف طبيعتك، لا تستخدمها. حتى أحيانا نوع الأكل، بعض الزملاء أحيانا يتنازل عن راتبة أو مرتبة، يأخذ إجازة بدون مرتب ليحافظ على هذه المهارة، لأنك تستطيع من خلالها إرسال هذه الرسالة الربانية، إرسال رسالة الخالق للخلق. وهذا من الإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا يا جماعة من الإحسان. والله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تجنب المقالي، تجنب الأكل الوجبة الواحدة، تجنب إرهاق صوتك بالحديث، ولا سيما الإخوة المدرسين، ولكن أظنهم اليوم أعفوا إن شاء الله بعد الإجازة. لا تستخدم صوتك كثيرا. بعض الناس اليوم يكون في السيارة وفاتح الشباك ويكلم بمكالمة ويرفع صوته، أنت لست محتاجا لمثل هذا. يكون بينك وبين من جوارك، وبالمناسبة بجواري الأستاذ أحمد مقرم وهو مدير برنامج صناعة القراء في مجموعة آيات، وهو الخبير يعني المقامات والأداء الصوتي، ونحن نستفيد منه دائما، وأنا أحيل عليه في تويتر، وحسابه في تويتر أيضا مفيد للأخوة الأئمة والقراء مستخدم الصوت. دائما نحتاج أن نتفقه في استخدام أصواتنا. دام الأخ بجواري، لماذا أستخدم 80% من صوتي؟ يجب أن أستخدم دائما ما أحتاجه، القدر الذي أحتاجه. قد لا أحتاج سوى 10%. كيف حالك شيخ أحمد؟ عساك بخير، شلون الأهل والأسرة؟ بعض الناس إذا سولف هنا يسمع من في حي إشبيلية الثاني جنبنا. لست بحاجة إلى إرهاق صوتك، بل تحتاج إلى أن تتفقه. ليس اليوم من العيب أن نستشهد بمحترف الصوت، من أحيانا بعض يعني من استخدموا صوتهم وللأسف في منكر أو معصية، ولكنهم الحقيقة استخدموه باحترافية عالية، ولكن للأسف استخدموه فيما يعني يغضب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الشريحة من يعني من مستخدم الصوت، لما تحادثهم تجد أنه يحادثك بالنسبة الذي تحتاجها في الصوت، ما يحتاج يرفع صوته ولا ينادي فلان ولا أبدا، تجد دائما خفض الصوت، دائما ما يتجنب الخلطة الكثيرة التي يكون فيها ضحك أو قهقهة. يا جماعة اليوم حتى القهقة أو رفع الصوت يجب أن تكون متحرز منه، لأن هذا مما يعني يثقل أو أما يرهق صوتك. ولا أريد الإطالة في هذا البند أو هذا المسار، وهو أيضا مما أؤكد عليه أن من مقومات التميز لإمام التراويح قبل الصلاة العناية الصحية واللياقة البدنية، مما يعين أو من المقومات لإمام التراويح قبل صلاة التراويح إتقان المحفوظ والاستعداد المبكر للحفظ. أكثر ما يعاني منه أئمة التراويح أنهم لا يعني يتفرغون ذهنيا للعلم الشرعي في رمضان، ولا للاستعداد العلمي، ولا يعني ختمة التلاوة التي بينه وبين نفسه، ولا أحيانا للتفرغ لجماليات التلاوة. أحيانا تقول له اقرأ شيء من التفسير أو تدبر، يقول يا أخي ماني فاضي، عندي أعظم من ذلك، إيش اللي عندك؟ عندي يا أخي مقرر أو مقطع صعب اليوم. كل قد إذا استعددت استعدادا جيدا لرمضان سيكون المحفوظ هو أيسر ما لديك من المهام. لكن
ولا شك أن مهما استعد الإنسان سيكون محفوظ أو المقدار الذي يقرأه الإمام لا شك أنه يحتاج إلى مراجعة يومية. لكن كلما راجع بشكل مبكر كلما استطاع إيش أن لا يرهق صوته ولا يرهق بدنه ولا أن يأخذ المحفوظ منه النصيب الأكبر في المراجعة. يعني أنا أعرف أناس يراجعون الفجر وظهر وأحيانا بعد المغرب وفي السيارة، وإذا صلى العشاء ما يتنفل، يدخل يراجع المحفوظ، وأحيانا بين التراويح وبين يعني الركعات يفتح المصحف ليراجع. هذا إرهاق بدني لا يمكن من خلاله أن تتفرغ للخشوع والخضوع ولا التصوير القرآني ولا جماليات التلاوة، هو مشغول بالمحفوظ. ولذلك قد تكثر أخطاءه أحيانا أو يخطئ في ركعات أو ينسى ركعة أو يزيد ركعة، كل ذلك بسبب تركيزه على ماذا؟ على المحفوظ. اليوم بقي على رمضان قرابة الشهر، كل يوم لو راجعت جزءا استطعت أن تأتي أو تقبل على رمضان وقد إيش؟ وقد سهل عليك هذا المحفوظ. وأنا أوصي بطريقة، لابد أن تختم على الأقل مرة واحدة أيها الإمام، لابد أقل شيء. وإن استطعت أن تختم كل 10 أيام، بس ما عندي وقت يا أخي، هذا موسمك، رمضان هو موسمك. إذا ما استطعت أن تفرغ نفسك في شعبان فمتى؟ عندي امتحانات، أختم لو مرة واحدة. الختمة الثانية لتكون ختمة تلاوة، لابد يكون عندك يوميا جزء تسمعه في السيارة أقل شيء. الختمة الثالثة ختمة تلاوة إن استطعت، على الأقل اجعل عقلك الباطن تمر عليه كثير من المواطن أو المواضع من كتاب الله التي ربما ما مررت عليها وللأسف إلا في العام الماضي. من المقومات التي تعينك على الاستعداد أو التميز في صلاة التراويح الاستعداد العلمي والإيماني. يا جماعة، مما يؤسفني أننا، وأنا أتحدث باسم كثير من الأئمة، إذا جئنا لرمضان نركز على الحفظ والتلاوة لكن لا نركز على كثير من المسائل العلمية. دعنا نقول مسائل الصيام ومسائل الصلاة على أقل تقدير، والله من جربها وجد لصلاته لذة ولصيامه روحانية عجيبة. لا سيما أنك اليوم إمام للمصلين، يعني تتقدمهم، قد يحتاجك مأموم في سؤال، في استفسار شرعي، في فتوى معينة. الاستعداد العلمي والفقهي سواء في أحكام الصلاة والصيام ماذا يورثك؟ يورثك أولا، هذا سؤال مهم، ماذا يورثني الاستعداد العلمي والإيماني أنا يا إمام التراويح؟ الأمر الأول حسن الصلاة وتمامها، لأني وأنا أصلي أعرف أن هذا الحكم صحيح. أنا اللي صليت ركعتين، زدت ثالثة بالخطأ، سبحوا، قلت لا، إذن آتي برابعة. في مسجد آخر سبحوا له فجلس، في مسجد آخر لم يجلس ولم سجد للسهو، فأرتج على الإمام وزاد خوض المأمومون في هذه المسألة، وهذا يقول أنت مصيب وهذا يقول أنت مخطئ، حتى وهو يصلي يشعر بأنه غير مستقر، غير ثابت، غير متيقن، غير يعني واثق من نفسه. فالاستعداد العلمي والاستعداد الإيماني يعينك على تمام الصلاة وحسنها، أو تمام العبادة وحسنها في الصلاة والصيام. الأمر الثاني تمام الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يا أخي، من أولى الناس بهذا؟ أولى الناس بهذا الأئمة الذين هم ممثلون لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العبادة الشريفة. الأمر الثالث القدوة، مما يعين، يعني مما يورثه الاستعداد العلمي والإيماني للإمام حسن الاقتداء. فالمأموم إذا رأى في إمامه حرصه على اتباع السنة وفقه صلاته وإمامته، إذا سأله قال لا، الحكم الشرعي كذا، إذا جاءه مستفتيا أجابه، إذا أطال في سجود أو في ركوع أو فعل سنة أو قنت قبل الركوع أو سلم تسليمة واحدة أو قرأ يعني أو صلى الوتر بسلام واحد أو صلى 5 ركعات بسلام واحد
ونبه على ذلك، يشعر المأمومون أن هذا خير من يأمهم، أنه ممثل عن 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 خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يجب أيضا الأمر الرابع ما يورثه الاستعداد العلمي والإيماني، تمام ثقة المأموم بالإمام. إذا صليت خلف العالم أو خلف الفقيه أو خلف طالب العلم، ترى يا جماعة يختلف تماما على أن تصلي خلف إنسان مستواه العلمي متدني، لا أقول جاهل، لكن فرق بين من لا يملك سوى حسن الصوت وبين من إذا صلى وجدت لصلاته ثقة وطمأنينة واتباعا للسنة وحسن اتباع واقتداء للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بما يكون الاستعداد العلمي، أنا ضربت مثال قبل أيام، أبسط ما يعينك أيها الإمام على الاستعداد العلمي قراءة بعض الملخصات الفقهية في هذا، وكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان من أفضل ما يعين الإمام. اقرأ كتاب الطهارة، أو إن شئت على أقل تقدير اقرأ كتاب الصلاة، كتاب الصيام، جربها واجعلها منهجا واحرص أن تطبق هذا العام كتاب الصلاة والصيام، ستجد أثر عظيم لصلاتك. طبعا إن استمر الإنسان بعد رمضان في قراءة بقية الكتب أو يعني الأبواب في هذا الكتاب سيجد نفعا عظيما. طيب الاستعداد الإيماني، استعداد الإيماني لإمام التراويح يكون بأمور عدة. ممكن تعطوني يا جماعة مثال؟ أخوان اللي هناك في الخلف المشايخ الكرام، تفضل يا شيخ. كيف يكون استعداد الإيمان لإمام التراويح؟ إذا حبينا نستفيد منك الآن، ها؟ تفضل. الدعاء، وأنا دائما ما أقول الدعاء فقط بل التضرع في الدعاء، التضرع في الدعاء. وكلناك اليوم شيخ أحمد تكون أميرا لهذه المنطقة، وكلك ولي الأمر أن تكون أميرا لهذه المنطقة، هذا حمل ولا مو حمل؟ حمل. الشيخ الكريم أوكل أن يكون مديرا للجامعة الفلانية، الأخ الكريم أوكل أن يكون مسؤولا في الدائرة الفلانية، حمل ولا مو حمل؟ أن ترسل أعظم رسالة، رسالة الخالق للخلق، أليست هذه أعظم أمانة؟ أعظم رسالة أن توصل رسالة الخالق للخلق بأمانة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، شرف عظيم. ومع ذلك تأتي يقول مما يعين على الإمام أن يحسن صوته وأن يتميز وأن يراجع فقط؟ لا، هذا حمل. يحتاج ألا تدعو فقط، بل تحتاج أن تتضرع في الدعاء. الأمر الثاني مما يعينك على الاستعداد الإيماني، وهذا وللأسف يا أخوان والله أننا مقصرون فيه جدا، عبادة السر. عبادة السر، وأنا أضرب مثال. لو تخيلنا أن هذه شجرة، وطول الشجرة من هنا يعني من أسفل، كل هذا طول في أعلى الأرض، وجذرها في الأرض مجرد 5 سنتيمتر، وجاءها رياح بسرعة يمكن أحيانا 50 كيلومتر في الساعة، تثبت أم تسقط؟ طيب 200 300، السرعة هي الشهرة، كل ما زادت الشهرة زادت المخاطر. إذا كان جذرك في الأرض ضعيف كلما سهل سقوطك. مشهور، كبير، معروف، إمام، خطيب، داعية، شيخ، عالم، فجأة تغير، الجذر ضعيف. وكلنا ذاك الإنسان الذي يعاني من هذه المشكلة. رمضان فرصة أن أزيد من عبادة السر. ما هي عبادة السر؟ اليوم احنا نصلي التراويح، إمامنا يصلي فينا التراويح 30 ليلة في رمضان، قالوا بكرة عيد ما صلى لوحده ولا حتى ركعة واحدة. خذلان ولا مو خذلان؟ بصراحة حرمان ولا مو حرمان؟ نعم، لا نذهب بعيدا وننظر، نتكلم حديثا واقعيا. أول من يعاني من هذا متحدثكم أو من هو أمامكم اليوم. لكننا من كيف نعين أنفسنا على هذا؟ بالتذاكر، بالتواصي، بالتناصح. ولذلك مما أفضل ما تعينه يعني اليوم بعضنا من الحضور ليس إماما، بس أنت تقدر تأخذ أجر هذا الإمام. كيف؟ بهذه النصيحة،
برسالة لطيفة على هاتف على الواتساب، على رسالة مكتوبة مع هدية: يا شيخ عبد الرحمن، أنت إمامنا، أنت اليوم الواسطة بيننا وبين الله في هذه العبادة، إذا كبرت كبرنا، إذا أحرمت أحرمنا، أرجوك نسأل الله أن يعينك، أن يثبتك، إن كان يعينك هذا الأمر أعناك. هذا يعين بإفطار، وهذا يعين بدعاء، وهذا يعين بتسهيل أمور في المسجد، وهذا يعين بنصائح، وهذا يختار لإمام المسجد آيات مؤثرة ويرسلها له للقراءة في العشاء ولا في غيره، وهذا يرسل مقتطفات مؤثرة من التفاسير للإمام قبل التراويح كل يوم قبل العصر أو بعد العصر ليقرأها الإمام، فيجد هذا الاستعداد النفسي. من المستفيد؟ المأموم. من الذي أعانه؟ إخوانه وأصحابه، والذين ربما لم يكونوا يعني منتمين لهذا المجال، مجال الإمامة. إذن الاستعداد الإيماني يكون بعبادة السر، بالتضرع. دائما إذا سجدنا نفكر متى نرفع حتى بس نكمل الركعة الثانية والمقدار. إذا سجدت أنت الإمام، اسأل الله أن يخلص نيتك، أن يعينك، أن تتابع نبيك صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. قل: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا. في السجدة الثانية: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. السجدة التي تليها: يا رب لا تكلني الى نفسي، بسرعة يا رب لا تكلني الى نفسي. اذا سيطرت عليك هذه المعاني، اقسم بالله لن تغيب عنك في صلاتك وبعد صلاتك وقبل صلاتك. لكن اذا كان تركيزك على الجوانب المادية، كم حفظت، هل اتقنت، ما هو المقام الذي قرأت به، مع أهمية هذا الأمر، لكن إذا ركزت على هذا الجانب والله قد تخذل. من الأمور التي تعينك على الاستعداد الإيماني قراءة هذا المقدار من التفسير وإن كان مختصرا. اليوم أعرف أني سأقرأ حزبا من سورة البقرة من أولها إلى يعني أول الحزب، نهاية الحزب الأول. ما أجمل أن أقرأ ولو غريب مفردات هذا الحزب، ما أجمل أن أقرأ ولو تفسيرا ميسرا. والله ثم والله ثم والله، شوف المعادلة العجيبة، ستلمس الأثر في من خلفك قبل أن تلمسه أنت. كيف؟ لأنك إذا قرأت وقد وعيت ما تقرأ، سيلمس من يصلي خلفك أو يستمع إلى تلاوتك أن لتلاوتك أثرا على قلبه. من الأخير، قارئ القرآن إذا قرأ بلسانه لم تتجاوز تلاوته الأذان. حدك يقولون ما شاء الله صوته جميل، أما إذا قرأ بقلبه خالطت تلاوته القلوب والوجدان. ولذلك صوت هذا الإمام ليس يعني غاية في الجمال، لكنه إذا صلى زلزل القلوب، إذا تلا أثر في الجوارح والأبدان. ما السر؟ السر يا جماعة أنه يقرأ بقلب لا يقرأ بلسان. وإذا اجتمع جمال القراءة، جمال القراءة مع تمام التأثير، أثر الإنسان بقلبه. لذلك إمام ابن القيم يقول: إذا أقبل القارئ بقلبه على ربه، أقبل الله بقلوب العباد إليه. إحنا وإحنا نصلي أحياناً يأتينا الشيطان، وهذا ليس سرا، فيقول: اقرأ بالأداء الفلاني، افعل كذا، لعل قراءتك اليوم أعجبت المصلين. أنا الآن ماذا أريد؟ حتى أحيانا يأتيك يعني بزي شيخ، الشيطان يأتيك بمشلح وبدون أمال بس عقال وبلحية ليؤثر عليك، فيقول: لا لا، اقرأ اليوم لتؤثر على الناس. والدافع لذلك عدافع شيطاني، النية صحيحة، الأصل المقصود صحيح، أني فعلا أريد أؤثر على الآخرين، لكنه يحرف هذه النية. كيف؟ فيصبح هم الإمام وجل تفكيره وجل وغاية يعني اهتمامه أن يؤثر في الآخرين. والله أخطأت، والله أخطأت يا أخي. أنت حينما تريد أن تؤثر في من خلفك، هم لا يملكون قلوبهم ليثنوا عليك أو يشكروك أو يمدحوك. إذا أردت أن تؤثر في من خلفك، فخاطب قلبك بما تقرأ، وإذا تأثر قلبك تأثرت قلوب من خلفك. هذه المعادلة. ولذلك صوت هذا الإمام قد لا يكون غاية كما أسلفت في الجمال أو في الحسن أو في جودة الترتيل،
لكني أشعر أنه يخاطب قلبي ويلامسه. السر أنه يقرأ بقلب. كل هذا الحقيقة كان من المقومات التي تعين على تميز الإمام قبل الصلاة عبر المسارين، مسار المعنوي والمسار المادي. هناك مقومات تعين الإمام على التميز أثناء صلاة التراويح، لكن لا أعلم هل الأستاذ عبد الرحمن يأذن لي أم نتوقف ونفتح المجال للإخوة، فالأمر بين يديكم. يعني بس أقول لك أقترح عليك، طبعا ما زال لدينا إن شاء الله ديوانية قادمة قبل رمضان الثلاثاء الأخير من شعبان الشيخ ناصر، فإن شئت أن تكون هي في التفصيل في هذا الجانب الأمر لك، وإن شئت أن نستمع لمزيد فنحن لم نمل. الله يحفظكم. والله أنا الذي مللت. إذن نفتح المجال للإخوة الحضور للمشاركة والتساؤل. معنا اليوم علم من أعلام الإمامة في منطقة. أنا عندي اقتراح إذا سمحت لي. لدي اقتراح حتى بس يعني أو حتى تتكامل عناصر الموضوع، أن نسردها سردا، ولعلنا إن شاء الله يعني عبر تغريدات أو عبر برامج معينة نذكر بعض ال، فإن شئتم نسردها سردا في 5 دقائق، ما رأيكم؟ جيد. طيب. ثم بعد ذلك نفتح المجال لأصحاب الفضيلة المشايخ والإخوة. طيب، مما يعين على يعني من مقومات التميز لإمام التراويح أثناء الصلاة العناية بفقه السنة. ولاحظ أنا لم أقل العناية بالسنة، لأن من السنة أحيانا ترك السنة، فقد يأتي إمام متحمس فيطبق سنة لم تكن معهودة، فيقع إشكال كبير بينه وبين المصلين خلفه، وهنا يعني هنا يظهر فقه الإمام وحسن اقتدائه بالسنة. فليست كل سنة قادر يعني ليست كل سنة ليس كل الناس قادرون على أن يتقبلوا بعض السنن المهجورة، لكن من الحكمة أيضا إذا استطاع الإنسان أن يبين أثرها وفضلها وعظيم أجرها ثم يطبقها أيضا فله مثل ذلك. الأمر الثاني العناية بجودة التلاوة، وهذا كله من المقومات أثناء الإمامة، العناية بجودة التلاوة وحسنها، وهذا يحصل بأمور. يعني مما يعين على جودة التلاوة تطوير تلاوة القارئ، وذلك يحصل بكثرة الاستماع وعرض القراءة على المقرئين الكبار، يحصل بتسجيل الصوت وتعاهده والاستماع إليه بعد الصلاة وبيان نقاط الخلل أو الضعف وتداركها، أو أيضا التركيز على بعض الأداء الذي يحصل أحيانا قدرا عند الإنسان، يعني وهو يصلي قد يحصل له أداء معينا جميلا فيثبت على هذا الأداء ويواصل عليه. من المقومات أيضا التي تعين على تميز الإمام وضع خطة للتلاوة. أريد أن أختم، يجب أن أوزع هذا المقدار يوميا على شهر رمضان. ومن أفضل ما رأيت أن يعين يعني مما يعين على أفضل تقسيم رأيته وجربته أن يقرأ الإنسان جزءا إلا ثمنا، يعني 6 أثمان يوميا في 20 الأولى، حتى إذا بلغ منتصف الشهر يكون قد انتصف في القرآن، يكون قد بلغ سورة مريم أو الكهف أو قريبا منها، ثم في 10 الأواخر يواصل وسيستطيع أن يختم القرآن بكل يسر وسهولة في ليلة 29، وإذا أراد أن يختم في ليلة 27 زاد المقدار وهكذا. لكن المشكلة أن كثيرا من الأئمة لا يوازن، في أول يوم يقرأ جزء، في نصف رمضان إذا جاءه مقطع ربما صعب عليه قرأ أحيانا 5 أوجه أو نحو ذلك. فتوزيع المقدار مهم ويعين على تميز الإمام وتسلسل قراءته، يستطيع أن يقرأ تفسيره، يستطيع من خلفك أن يراجع أيضا، يعرفون أن اليوم هذا المقدار فأراجع يعني أتابع مع الإمام ونحو ذلك. من المقومات أيضا مراعاة أحوال المصلين. فاليوم أنا إمام قد أكون في حي يغلب عليه كبار السن، وأنت في حي كله عمالة، وهذا في حي ربما في مدينة صناعية، وهذا في حي كما أخبرني بعض الزملاء في مثلا أرامكو، وعندهم مشكلة أنه مثلا ليس لديهم إجازة، وكل المصلين مثلا دوامهم مبكر من الساعة 6،
وبالتالي مثلا الإطالة عليهم في صلاة القيام مشكلة وليس لديهم وقت للنوم. أنا في حي صغير ولا يصلي فيه سوى أهل المسجد، وبالتالي هم يرغبون الإطالة ويرغبون ختم القرآن. قد أكون في حي يرغبون أن يكون هناك ختمتين أحيانا، قد يكون هناك كبار سن، قد أكون إمام لمسجد في مستشفى، بالتالي لا أستطيع أن أطبق ما يطبقه الإمام في صلاة التراويح في أي مسجد آخر. يجب أن أراعي أحوال المصلين في ذلك. بعض المساجد النساء فيها أكثر من الرجال، فهذه أتى بها سائق وقد تكون كبيرة في السن، وقد يكون هذا المصلي عنده ربو، وقد يكون هذا عنده خبط في الضغط، فعدم توازن مثلا أيضا زمن السجود والركوع يسبب إشكال. ولذلك كثير من المأمومين أحيانا لا يحبذ الصلاة مع هذا الإمام لأنه غير منضبط أو ليس لديه خطة في تلاوته ونحو ذلك، أو دعونا نقول لا يركز على هذه النقطة وهي مراعاة أحوال المصلين. من المقومات المهمة لإمام التراويح حسن، وهذه مهمة، حسن التعامل مع الأجهزة الصوتية. وأنا ضربت مثال، بس عاد سكروا أذانكم شوي، ضربت مثال قبل كم يوم، قلت إن بعض الناس لا يعرف أن يتعامل مع الأجهزة الصوتية، فإذا رأى المايك أصابه شيء من السكرة وبدأ يقرأ ونسي من خلفه. صوته جميل لكنه إذا قرأ والسابقون السابقون لا يعرف أن يعرف المقدار المناسب بينه وبين صوته وبين لاقط، وبعضهم يكون حساسا فيبعد اللاقط كثيرا. والسابقون السابقون هو منبسط ويقرأ بجمال تلاوة، لكن من خلفه لا يستمع للتلاوة، ولذلك يجب أن يعرف كيف يتعامل مع اللواقط الصوتية. أكثر الأئمة اليوم أو أكثرنا لا يعني يحرص على مراعاة الجودة الصوتية إلا في واحد رمضان، قبل رمضان بيوم، ازدحام الأجهزة الصوتية وغلاؤها، وأحيانا ربما انشغال مهندس الصوت، أحيانا يضطر إلى أن يعني يعد الأجهزة الصوتية أثناء الصلاة، وهذه مشكلة ثانية. أحيانا أنت تحتاج اليوم أيها الإمام إلى أن تعرف اللاقط المناسب لصوتك. بعض الناس صوته حساس، وبعض الأجهزة الصوتية اليوم لا تناسب طبقة صوتك. طيب من يعينني؟ يعينني مثل الأستاذ أحمد مقرم المهتمين بالأداء الصوتي، يعينني ممكن أسأل مهندس صوت متخصص ما هو اللاقط المناسب لصوتي. وأنا قد صليت خلف أئمة يعني كثر فعلا تنزعج من أدائه مع جمال صوته، والسبب أنه يعني ليس اللاقط ليس مناسبا لطبقة صوته. الصوت القرار قد يناسبه لاقط معين، والصوت الآخر قد يناسبه صوت معين. ولذلك مما يعني يسبب أحيانا ضعف الصوت والإجهاد البدني أن هذا اللاقط أو هذا الصوت لا يناسبك. مما يعينك وجود السماعة الصوتية اللي تسمى بالمونيتور، مهمة لقياس مستوى الأداء. فأحيانا يكون الإنسان في محراب، يكون القارئ أو الإمام في محراب لا يستمع إلى صوته، فيبذل أكثر من يعني يبذل صوته أكثر من المطلوب. الجماعة يستمعون أحيانا منزعجين وهو قد يعني بلغ مثلا 80% من درجة الصوت، وكان لو كان أمامه سماعة أو المونيتور لما بذل سوى 20 أو 40% من الصوت. بعد هذه النحنحة لعلنا نقف، ويعني أنا خف تضربنا بعد شوي. الله يسلمك. هناك بعض الإخوة يعني طلب مني أيضا الحديث عن ضابط الركعات وضابط، يعني قد يطول المقام لكن لعلنا نذكر ضابط التخفيف والإطالة، وهذا من مقومات التميز. أن تعرف تراعي أولا السنة، وأن تراعي من خلفك، وزمن الإطالة وزمن التخفيف لا يستطيع أحد ضبطه، لأنك أنت قد تشوف هذا إطالة وأنا أشوفه تخفيف. ولما يعني عرج الإمام ابن القيم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، قال فتعلق بهذه الكلمة النقارون، فكلما جاء الإمام وأطال قالوا أفتان أنت يا معاذ، يعني استشهدوا بهذا الحديث. قال والضابط في ذلك هو السنة، الضابط في ذلك هو السنة، فلا إطالة مفرطة ولا
تقصير مخل، فلا إطالة مفرطة ولا يعني تقصير مخل. الحقيقة مقومات كثيرة، لكن أختم بآخرها من مقومات التميز لدى الإمام أيضا في صلاة التراويح التوثيق، وأقصد بالتوثيق ربما الصوتي وربما أيضا المرئي. يا جماعة أنا أذكر أن ضربت هذا المثال أيضا قبل كم يوم في صناعة القراء. أحد كبار أئمة المشاهير القراء وهو إمام لأحد الحرمين، صوته كيف نبع؟ قرأ مرة بأداء طلع معه صدفة يعني، فقدرا كان أحد الإخوة سجل هذا الصوت. مرت الأيام فقالوا له يا فلان اقرأ لنا في الحفل الفلاني، فقرأ فقرأ بصوت آخر، قالوا لا اقرأ كما قرأت في المكان المسجد الذي أميت فيه قبل أسبوعين. قال ما أعرف. قال لا الصوت الذي، قال والله ما أعرف. فأسمعوا التسجيل، قال آه عرفت يعني. فمسك أول الخيط سمونه شيخ أحمد مفتاح الأداء، مفتاح النبرة، فقرأ عليها، وهو اليوم من أجمل الناس صوتا وأكثرهم شهرة وأصبح إماما للحرمين والناس تحفظ على صوته. كل هذا بسبب إيش؟ لو فاتت هذه هذا الأداء أو فاتت هذه النبرة أو هذا المفتاح لضع هذه الصوت أو هذا الجمال. هذا الشيخ ياسر الدوسري. نعم. مرة الشيخ ابن عثيمين حضر الدرس فأراد أن يشرع في الدرس، فقال للطلاب أين التسجيل؟ قالوا تأخر. قال إذا ننتظر حتى يأتي المسجل. فلما خرج من التسجيل قال بعض الموجودين، كان أول مرة يحضر، قال والله ما توقعت الشيخ ابن عثيمين لهذه الدرجة. قال كيف؟ قال يرائي، ما يعمل لله، يعمل عشان التسجيل. قال نوقف الدرس عشان يجي التسجيل، كأنما يسجل للتسجيل. وهذا ما شاء الله عليه من تمام جهله، هذا من تمام جهل هذا الطالب. الشيخ لما درس كم أمامه؟ ألف ألف. إلى اليوم كم استمع إلى دروسه؟ آلاف بل ملايين ومليانة. إلى أبعد من ذلك الشيخ المنشاوي لما سجل، وعبد الباسط والمصري وغيرهم من كبار المقرئين، قبل كم سجلوا؟ إلى هذه إلى هذا اليوم هو وهذا القرآن يتلى وغير ذلك. اليوم في قناة آيات عرضت تلاوة لأحد أئمة الحرمين في عهد الملك عبد العزيز قبل يعني تقريبا يمكن 80 سنة. طيب وكذلك وغيرهم من المقرئين الكبار ممن سبق. ولذلك العناية بالتسجيل، التسجيل وسيلة. إن أنت جعلته غاية، غايتك التسجيل والشهرة، انحرفت النية. لكن اجعل هدفك تقييد هذا الخير، النفع، تطوير نفسك. وأنا أعطي مثال أو ضابط وأختم به، ليس بالضرورة أن تسجل وتنشر، لكن سجل واحتفظ به لتطور أدائك وتعين على أيضا مراجعة جوانب النقص عندك وتطوير جوانب القوة فيما مضى. بركة. وهذه النحنحة الثانية ومعناها توقف وإلا. فشكر الله لكم، شكرا يا أبو العنود، وجزاك الله خيرا على هذا التقديم الطيب. أستبيح الإخوة على الإطالة، لكني يبدو لي أنا من الناس الذين إذا رأى المايك أو اللاقط جاءته السكر، فأستبيحكم عذرا. وأسأل الله أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وبارك لنا فيه وعنا فيه على الصيام والقيام، اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. اللهم اجعلنا من خير خلقك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم الشيخ ناصر بن علي القطاوي، الإمام المعروف صاحب الصوت الندي والتلاوة الجميلة والمؤثرة دائما، والذي يصطف خلفه بقناعة آلاف الأشخاص حبا في سماع صوته والوقوف خلفه والتلذذ بتلاوته لكتاب الله جل وعلا. على كل حال نشكركم جميعا لحضوركم ولوجودكم معنا في هذا المساء في ديوانية آيات الشهرية التي تقام الثلاثاء الأخير من كل شهر. شكر الله لكم باسم الشيخ ناصر بن علي القطامي وباسم الإخوة في أسرة الحلافي الذين يستضافون في هذا المساء، شكر الله لهم، ودائما مبادرون وسباقون. شكرا لوجودكم، نلتقي وإياكم الثلاثاء الأخير من شهر شعبان بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.